مرحبا، كيف كان اليوم؟ الفيديو راح يكون عن الاعمال اليدويه بالاكسسوارات. طبعا رحنا راح نعمل اساور من هالاشياء وطبعا راح نحتاج لخيط. طبعا احنا اجتنا فكره انه مليها كلياتها من هذا، وفي هون مفتاح ونحطه بعدين فوق، وبيطلع كتير حلو. تستعملوها اسوارة، فيكم تحطوا هذا رحنا كذا شغلة مشان في عدعة. طبعا انتم ما ضروري تحطوا من هالاشياء، في عبومة تعملوا حيلا شكل. رحنا هدول منخبيهم مثلا عقد التزاح نستعمله. في هيدي مثل او اكس يعني مدري كيف، وهذا شو اسمه عنكبوت. عنكبوت، وهيدي هيك يعني مثل وردة مزينة يعني هيك. وطبعا انا حبيت انه استخدم المفتاح، لقيته احلى شيء من بيناتهم. ويلا طبعا رح نحتاج لهذا الخيط. طبعا هذا الخيط بيستعملوه خصيصا للاكسسوارات مثلا عقد، خاتم، اسوارة. طبعا رحنا هذا الخيط يلي رح نستعمله، رح نستعمل خيط الخياطة. طبعا فيكم تستعملوا بس هذا احسن يعني، لان هداك يعني يمكن انتو لابسين الاسوارة فجأة تنفك منكم او ينتزع، بس هيدا تعملوا ما بينتزع يمكن. لكن يمكن رحنا نعمل نجيب تنتين من هدول الثلاثة ونفوت من هذا. رحنا قررنا انه نفوت من هذا وبعدين نحط مفتاح، وبعدين نرجع نحط من هذا، نرجع نحط البومه، وبعدين نرجع نحط من هذا. لا رحنا ما هيك، بس رحنا نحط بس المفتاح. يعني رحنا عم نقول لكم طبعا في كذا شغلات يعني فيكم تعملوها. رح فرجيكم اسواره انا عملتها قبل الفيديو. طبعا هيدي الاسواره انا واختي عملناها، طبعا هي ساعدتني فيها شوي بس انا عملت فيها اكثر اشياء. طبعا هيدي الاسواره كتير حلوه يعني، بس هيدي شكله ورد وقلب. وهون بالنص حاطين لهيدي هيك مثل عواب شكل ورده نجمه. يمكن ما كتير مبين عليكم. ويلا نبلش بالفيديو. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك والشير والسبسكرايب، فعلوا جرس التنبيه حتى يوصلكم كل جديد. ويلا خلينا نشوف الفيديو. وطبعا كمان هيدي الاسوارة انا عملتها قبل الفيديو، هيدي عملتها لحالي بس هيدي اختي قادرة تعملها معي. وهيدي عملتها قبل الفيديو وكتير يعني حلوة. كمان هون حطيت نجمة، وهون هيك في كتير حلوة. وانا هلا لساتني عم كمان تحت البطة مشان ما يوقعوا، وبدملش فوت من هذا. وطبعا قررنا انا رح اعمل كمان خاتم. ويلا طبعا انا رح استخدم هذا الخيط انه ما كتير كبير، بس بدي ارجع كمان قصه. ويلا وهلا اربطها من تحت، ورح بلش فوت فيها خرز من هذا. طبعا يمكن اعملها تشبه هيديك الاسوارة او هيدي اللي عم تعملها، ما بعرف رح اشوف. طبعا انا هلا صرت عاملة، واختي هلقد صارت عاملة. وطبعا رحنا فينا نستعمل ابرة، بس رحنا ما عم نستعمل ابرة لان بدنا ابرة تكون تفوت فيهم. طبعا عنا بس ما عم يزبطوا، عنا من كل انواع الابر، انه ما كل انواع الابر، بس في ابر ما عم بفوتوا، انه صرنا نفوتهم بس هدول بخشون كتير صغير، بقى رحنا عم نفوتهم بايدنا. طبعا هذا هو الخاتم، وهيك عملته انا. طبعا هلا هاي هي الاسوارة، هلا رح نقص الخيط، وهيدي هي الاسوارة. وهذا هو الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب، فعلوا جرس التنبيه حتى يوصلكم كل جديد. ومع السلامة.